فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. نعم، هذه قضية مهمة جدا، وهي الإيمان ماذا يراد به؟ تلك قضية شغلت بال كثير من الناس قديما وحديثا، وهي واضحة في الكتاب والسنة. فالإيمان في اللغة هو التصديق الذي معه ائتمان للمخبر، هذا في اللغة. لكن الإيمان في الشرع يختلف عن ذلك. الإيمان في الشرع يكون هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان، وهو حقيقة شرعية ليس حقيقة لغوية. والحقائق كما هو معلوم ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فالإيمان هنا يراد به الحقيقة الشرعية. فالإيمان في الشرع هو المكون من هذه الأمور، ولا يتحقق ببعضها دون البعض الآخر. فلا إيمان إلا بمجموع هذه الأمور: النطق باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح. فالذي يعتقد بقلبه ولا ينطق بلسانه هذا كافر. فالإيمان بالقلب لا يكفي، وإن قال به من قال من المرجئة، فإن المشركين يعترفون بقلوبهم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمنعهم من اتباعه الكبر والحسد أو الحمية لدينهم. ولهذا قال تعالى فيهم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالذي منعهم هو الجحود، مع اعترافهم بقلوبهم بأنه رسول الله. وقال في اليهود وفي النصارى واليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم معترفا بأنه على حق، ولكن منعته الحمية لدين قومه من أن يتبعه. ولهذا قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعترف بقلبه أنه رسول الله، ومع هذا لم يدخل في الإسلام، وكان من أهل النار، ومات على الكفر والعياذ بالله، وهو من أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه، إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يعتقد ذلك بقلبه، فهذا منافق، وهو أشد من الكافر الأصلي. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يقولون هذا الكلام من باب الاجتنان به والتوقي أن تسفك دماؤهم وأموالهم، ويعاملون معاملة الكفار. فهم لم يكونوا من المؤمنين، بل كانوا منافقين في الدرك الأسفل من النار. مسلمين في الظاهر، ويقبل منهم إسلامهم في الظاهر، تجرى عليهم الأحكام في الظاهر، لكن في الباطن هم كفار، فيعاملون بحسب ما يظهر منهم، وسريرتهم إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أنه لا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب، وكذلك لا يكفي الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان عن العمل بالجوارح، فلا بد من العمل أيضا. إذا آمن بقلبه وصدق بلسانه فلا بد أن يعمل بما آمن به، وإلا كان متناقضا. نعم. فالذي يقول إن يعترف ينطق بالشهادتين بلسانه ويعتقد معناهما بقلبه لكنه لا يعمل، ترك الأعمال، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك جميع الأعمال، هذا ليس بمؤمن، لأنه لو كان مؤمنا لعمل الأعمال الصالحة. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فاعتبر القول وهو لا إله إلا الله من الإيمان، واعتبر العمل وهو إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، واعتبر عمل القلب وهو الحياء من الإيمان. فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة، كما قال تعالى: زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكمل أو يقرب من الكمال، وينقص حتى يكون مثقال حبة خردل أو أقل من ذلك، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا، وأنه يكون بمنزلة الحبة من الخردل أو أقل من ذلك، والذي يزيد ينقص. وأيضا في قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، هذا دليل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بقدر مثقال حبة الخردل.